يا شباب هنبتدي ان شاء الله اليونت اللي هي بعد الكرياس الليفر والبيليري سيستم اللي هو يعني جاي من كلمه بايل اللي هو اللي الجهاز اللي يخص العصارة الصفراوية بيليري سيستم اللي هو الليفر والجول برادر والضغط وحاجات زي كده ده بنسميها كلها بيليري سيستم. هشوف دلوقتي اول حاجه بس هنبتدي بيها ناخد فكره عن الليفر. ليفر فانكشنز ايه الليفر فانكشن ده؟ الليفر ده اورجان جميل جدا هو يعني حوالي 1.5 كيلو جرام بالنسبه للشخص كيلو ونص الوزن بتاعه بيبقى حوالي 2% من الايه من البادي ويت دي معلومات عامه بس معلومات عامه الليبر الوحده الوظيفيه بتاعته اللي هو الفانكشن يونت حاجه اسمها البيول هيباتيك بيول البيول ده بيبقى حاجه كده ايه لما تضغط في السرجن لو حاجه سداسيه كده بنسميها هيباتيك دي اللي هي الفانكشنال يونت والخلايا طبعا بتاع الليبر اسمها هيباتوسايت هيباتوسايت. طيب نرجع للمربونة ايه بقى الفانكشن بتاع الليبر برضو قبل ما نبتدي الفانكشن بتاع الليبر طبعا الليبر يا جماعه موجود في اللي بنقسم الابدومين ديت لست مناطق الليبر يعتبر في المنطقه دي اللي هو يعتبر حاجه اسمها رايت ابر كوادرنت اللي هو الكوادرنت اللي هو الربع الفوقاني اليمين ده قاعد في مين؟ قاعد في الليبر قاعد في مين؟ الليبر بالنسبه للبلاد سبلاي بتاعته برضه كمعلومات تعرفوها الليبر يا جماعه بيجي له طبعا بيجي له حاجه اسمها ارتريال بلاد بسميه هيباتيك ارتري هيباتيك ارتري ده اللي هو ارتريال بلاد اللي هو طبعا هنا في كابيلاريز هنا او حاجه اسمها ساينوسويد دي هي الكابيلاريز اللي قاعده فين في الليبر اسمها ساينوسويد تبقى فتح خالص يعني مش مهتم. المهم ده الهيباتيك ارتري. طيب في كمان الانتستين يا جماعه او جنرالي الجي اي تي الاورجن بتاع الجي اي تي الانتستين البنكرياس السبلين مش عارف كذا الاورجن دي كلها بتاع الابدومن بالذات الانتستين بيتسحب منها البلاد ويروح في الليبر يوديها بلاد بسميها يا جماعه هيباتيك بورتال فين الهيباتيك بورتال فين ده بيجي بيسحب مين؟ بيسحب البلاد منين؟ من الانتستين. تقوم تقول لي يعني انت ايه الهدف يعني؟ مش يا جماعه مش لما احنا بناكل مثلا كربوهيدرات بروتين ليبيد الحاجات دي كلها بتتحول لحاجه اسمها سيمبل فورم اللي هو الحاجه البسيطه الكربوهيدرات في النهايه تتحول مثلا لجلوكوز مثلا البروتين امينو اسيد مش عارف الفاتي اسيد الفات مثلا الحاجات دي كلها بيحصلها دي بتسميها نيوترين بتسميها مين؟ نيوترين المواد الغذائيه النيوترين دي المفروض بيحصلها ابزوربشن طيب ماشي بعد كده راحت في الايه في البلاد تروح فين اول ما تروح لازم تعدي على الليبر الاول تعدي على مين على الليبر الاول في طبعا في حاجه اكسبشن بس بلاش نقول الاكسبشن بقى خلينا نتكلم كده فالبلاد دوت جاي مثلا بالانتستين مثلا
اللي هو اسمه ايه هيباتيك بورتال فين. طب ليه سمينا بقى بورتال؟ البورتال ده يا جماعه روبرز اللي هو بيبقى ما بين الارتي وما بين الفين في نوعين منين؟ نوعين من الكابيلاريز. فهنا كان في اصلا ارتي راح للانتستين انتهى بمين؟ عشان تفهمها كان في ارتي اهو مثلا راح للانتستين. الارتي ده انتهى بحاجه اسمها كابيلاريز. يعني هنا دي اسمها مين؟ كابيلاريز. دي اسمها كابيلاريز. هنا كان ده ارتيريال بلاد. الكابيلاريز دي عملت مين؟ عملت ابزوربشن. ابزوربشن لمين؟ ابزوربشن للفيتامينز، ابزوربشن للجلوكوز، الحاجات دي ماشي كلها. يبقى دي اول نوع من الكابيلاريز. مشيت فين بقى؟ حاجه اسمها بورتال فين. البورتال فين ده اللي هو ناقل، ده بورتال انا راح نقلها لمين بقى؟ نقلها للسينوسويد اللي هي مين؟ الكابيلاريز اللي قاعده فين؟ في الليفر. في الليفر. بعد كده بقى الكابيلاريز دي اللي هي السينوسويد ديت تتجمع تاني بقى وتكون حاجه اسمها هيباتيك فين. هيباتيك فين. خلي بالك هو يبقى البلاد دخل من هنا عدى على كابيلاري وبعد كده عدى على كابيلاري تاني. يعني معنى بورتال. نسمي ده اسمه مين؟ بورتال. 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 والهيباتيك فين ده بعد كده يا جماعه بيفرغ الدم بقى اللي هو الفينس بلاد بيصب في حاجه اسمها انفيريور فينا كيفا احنا قلتها بعد كده، وبعد كده يصب في الهارت. بعد كده يصب فين؟ في الهارت. ماشي. يبقى ده الارتيريال بلاد. تقوم تقول لي طيب ايه يعني ايه البلاد ده وايه البلاد ده؟ البلاد ده يا جماعه الارتيريال بلاد ده اللي هو بيدي مين؟ بيدي اكسجين. بيدي مين؟ اكسجين لمين؟ للخلايا. ماشي. امال الهيباتيك بورتال فين؟ ده بينقل بقى بينقل اللي هو النيوترينت اللي المواد الغذائيه اللي امتصت منين؟ من الانتستين. وراحت مين؟ الليفر. ده بس هتاخد فكره عامه كده، بس فكره عامه عن السيركوليشن ماشيه ازاي؟ ويعني ايه امبورتنت؟ فتعالوا بقى نشوف. السلام عليكم. اول حاجه خالص الفانكشن بتاع الليبر مكتوبها، يعني هحاول ابتدي امشي مع الشيت بتاعكم. قال لك والله الليبر دوت له دايجست فانكشن ونون دايجست فانكشن. دايجست فانكشن يعني حاجات تخص الدايجشن، وفي حاجات ملهاش علاقه بمين؟ بالدايجشن خالص نهائي. اللي يخص الدايجشن قال لك اللي هو بيعمل سيكريشن اوف او سينسز اند سيكريشن سينسز اند سيكريشن اوف بايل. يا جماعه الخلايا بتاعتك هي اللي بتفرز مين؟ العصاره الصفراء. ده ساعات بيجيبوا سؤال في الامتحان، الطالب بيحط في دماغه ان اللي بيصنع البايل البايل سول الجول بلادر، واللي هي العصاره مين؟ الصفر. يا جماعه بتيه بتخزن مش هي اللي بتيه بتصنع. دي اشبهها بايه؟ اشبهها باليورينر بلادر. اها. اليورينر بلادر المثانه دي بتخزن البول اللي هو اليورين، لكن اليورين اصلا بيتكون على مراحل فين؟ الكلى. الكدني هي اللي بتكون هي اللي بتصنع اليورين، لكن اليورين بيتجمع في مين؟ في اليورينر بلادر. طيب او خدناها كمان في الاندوكراين اللي افتكر لما قلنا فيه هرمونز بتصنع في الهايبوثالاموس، ده سؤال بيجي في الامتحانات اللي بتاع البشير بتيوتري. هرمون بتاع الهايبوثالاموس بتاع البشير بتيوتري في هرمونين حاجه اسمها انتي دايوريتيك هرمون حاجه اسمها اوكسيتوسين. دول بيصنعوا فين اصلا؟ في الهايبوثالاموس. ويتخزنوا فين؟ في البشير بتيوتري. طيب يعني بنحاول نجمع معلومات كده. ايه بقى النون دايجستيف فانكشن؟ نون دايجستيف اول حاجه قال لك بلاد ريزرفوار، يعني الليفر ده يا جماعه ممكن يخزن حوالي نص لتر. نص لتر منين؟ البلاد. برضو اللي عشان برضو معلومات عامه برضو اعرفوها او معلومات
الاسبرين يا جماعه الاسبرين برضو بيخزن مين؟ حوالي نص لتر بلاد. دي طبعا التخزين ده يا جماعه بيبقى له فايده عظيمه، مثلا بالذات الاسبرين. قلنا ازاي؟ لو انت فاكر في الاوتونوميك تقول له والله ده الساعات لو واحد مثلا بيحصل له بليدنج، بليدنج دي يعتبر بينزف، يعني دي حاله امرجنسي بيجي بيسيطر على الجسم. سمباستاتيك، سمباستاتيك كان بيدير ايه بقى في الاسبرين لو انتم متذكرين؟ كان بيعمل حاجه اسمها سكويز، يعصر الايه؟ الاسبرين، يعمل كونتراكشن الكبسول بتاع الاسبرين، فيطلع الايه؟ البلاد اللي متخزن جواه عشان يزود البروتين. فالليبر برضه نفس الكلام، الليبر برضه بيخزن حوالي يعني نص لتر لثلاث ارباع لتر بلاد. طيب عظيم، بلاد ريزرفوار. وطبعا هو الليبر برضه يعتبر ده يا جماعه وصله الخير، الوصله اللي ما بين مين؟ اللي ما بين حاجه اسمها بورتال سيركوليشن وحاجه اسمها سيستميك سيركوليشن. كان هو بيستقبل مين؟ البلاد اللي جاي من الانتستين، اسمه بورتال بلاد او بورتال سيركوليشن، بيوديه مين؟ الهباتيك فين. الهباتيك فين ده يروح حاجه اسمها سيستميك مين؟ سيركوليشن. دي المحطه اللي بتنقل البورتال سيركوليشن للسيستميك سيركوليشن اللي هو الليبر. ماشي؟ طيب ده اللي هو البلاد ريزرفوار. بعد كده وانا ماشي عندكم البلاد يا جماعه اللي جاي من الانتستين ده اللي هو عن طريق البورتال فين اللي بالرسم اللي كنت رسمها ده. ده يا جماعه في الانتستين دي مليانه بكتيريا، مليانه مين؟ بكتيريا. فانا خايف، انا خايف البكتيريا دي اللي هي حصل لها ابزوربشن مع 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 النيوترين والجلوكوز والحاجات دي تمشي، لو مشيت في الـ في السيركيوليشن هتعمل مشاكل، هتعمل مصيبه. النتوب لازم ايه؟ لازم البلاد اللي جاي من الانتستين اي حاجه عملناها ابزوربشن من الانتستين لازم تعدي على الليبر الاول. عارفين دي يا جماعه عامله زي مين؟ زي حاجه اسمها تشيك بوينت. تشيك بوينت اللي هو لجنه امنيه، لجنه مين؟ امنيه. انا خايف زي مثلا جابيا ولا طبر ولا كده، لازم مين قبل المدينه في تشيك بوينت. ليه؟ خايف يكون في اعداء، يكون في حاجه، فاهم حاجه؟ فانا برضو انا خايف مين؟ خايف يكون في اعداء جايه منين؟ من الانتستين. فانا مش عايز دي تعدي على مين؟ تعدي على الجسم. لازم تعدي على مين الاول؟ الليبر. الليبر هناك بقى في خلايا قاتله، خلايا اسمها ماكروفيج، يعني خلايا تلتهم مين؟ اسمها كابفر سيل، اسمها كابفر سيل. هذه الخلايا اللي تعمل اللي اسمها كابفر سيل دي يا جماعه نوع من انواع حاجه اسمها ماكروفيج، يعني هناخدها ان شاء الله في البلاط. ماكروفيج اللي هي تلتهم الميكروبات، تلتهم مين؟ حتى لو في كلمه رخمه كده اسمها يقول لك ايه ماكروفاج او ريتيكولو مش عارف انثيليال، فوت كلمه ريتيكولو انثيليال دي، يعني اشطبها او ما لهاش لازمه هتلخبطك. يعني اللي يبقى الكفر سيل دي يا جماعه اسمها مين؟ ماكروفيج، يعني تلتهم مين؟ البكتيريا وحجمها كبير. فدي تعتبر بتعمل ايه بقى؟ يعتبر يا جماعه بيعمل فلتريشن بلاد. الليبر يا جماعه يعتبر كانه فلتر، كانه فلتر. لازم مين؟ الدم قبل ما يروح للسيم سيركيشن لازم مين؟ يترشح في الليبر عشان لو في اي مواد، في بكتيريا، في مش عارف مين، او في مواد ضاره نتخلص منها. طيب قلت كام فانكشن كده؟ اثنين. طيب ثالث فانكشن عندك اللي هو ايه؟ اللي هي تخص الريبلاد سيل، هي 3 و4. ايه 3 و4 اللي بيخص الريبلاد سيل؟ الريبلاد دم الحمراء. الفورميشن، الفورميشن و ديستراكشن. تقول لي ازاي يعني؟ ازاي فورميشن وازاي ديستراكشن؟ مش يعني تكوين. برضه لما ناخد ان شاء الله في البلاد هتلاقوا ان الليبر والسبلين في مراحل الامبريو، الامبريو اللي هو الجنين، اول 3 شهور في اول اسف يعني 3 شهور 4 شهور 5 شهور اول 5 شهور من حياه البيبي جوه الامبريو. طب بنلاقي الليفر والسبلين، بس الليفر بالذات هو اللي بيصنع كرات دم مين؟ الحمراء. بعد 5 6 شهور او 6 7 شهور مين بقى اللي بيتولى اللي بيحمل بقى الرايه او بيحمل المهمه؟ حاجه اسمها بوم مارو. حاجه اسمها مين؟ بوم مارو. هو اللي يصنع مين؟ اذا الليفر ده بيساهم في صناعه ريبوسيت في الفيتاس، فورميشن اوف ريبلاد سيل ان فيتاس، فيتاس اللي هو الجنين. طيب في العادي بقى ايه اللي يحصل؟
الريد بلاد سيل دي ان شاء الله ناخدها برضو في البلاد لها عمر لها عمر لها ايج. فلو الار بي سي يا جماعه عجزت بقت عجوزه اسمها ايجد ريد بلاد سيل ايجد يعني بقت عجوزه. الحياه بتاعتها يا جماعه 3 شهور في الرينج يعني 120 يوم ممكن تبقى ناقص 10 ايام زائد 10 ايام. المهم يعني ايه يبقى الريد بلاد سيل مجرد ما تصنع في البون مارو تعمل الوظيفه بتاعتها عمرها بينتهي بعد كام؟ بعد 3 شهور 120 يوم ماشي. طيب بعد ما بتموت بعد قصدي بعد ما تبقى عجوزه بقى اولد وكده عايزين نتخلص منها. عايزين مين نتخلص منها؟ فاللي بيخلصنا منها الليبر وممكن السبلين. بس انا بتكلم عن الكلام دوت على دور الليبر. الليبر يوم يكسر مين؟ يكسر الاولد اربسيز. لما بيكسرها يا جماعه الدستركشن اوف ايجد الريبلاس دي يا جماعه بيبقى جواها بازو دي حاجات هناخدها بالتفصيل في البلاد. بس انا برضو لازم ايه المشكله ان الطب كله متشابك يعني زي ما انتم شايفين اشرح شيء الاقي الاندوكراين معايا في الدايجستيف معايا مش عارف في الهارت في البلاد كده. المهم ديستراكشن اوف فولد ار بي سي. الار بي سي دي يا جماعه يعني باختصار بسيط خالص هي عباره عن ايه؟ عباره عن سيل ممبرين طبعا ما فيهاش نيوكليس ما فيهاش نواه وسابقه كده اسمها هيموجلوبين. اسمها مين؟ هيموجلوبين. الهيموجلوبين دوت بصوا معايا كده دي ريبلاد سيل اهي وحاجه اسمها هيموجلوبين. الار بي سي دي لما بتتكسر بيطلع منها الماده دي اللي هي الايه؟ الهيموجلوبين. الهيموجلوبين ده يا جماعه بيتحول باختصار بقى طبعا مش هقول بالتفاصيل بتاعتها بيتحول الى ماده صفراء اسمها بيلي روبن. دي ماده مين؟ خلي بالك كل كلمه لها فايده بعد كده فعشان تفهم مني كل حاجه. يبقى الريبلاس سيل لما تتكسر الهيموجلوبين بيتحول لمين؟ لماده صفراء اسمها مين؟ بيلي روبن. بيلي روبن ده يا جماعه ماده صفراء مش عارف بنسميه بيلي روبن دي بتروح في الليفر وهي موجوده في البلاد تروح في الليفر. الليفر بينزلها يا جماعه في مين؟ بينزلها في العصاره الصفراويه. العصاره الصفراويه تنزل مع البايب تنزل مع مين؟ مع البايب. يبقى ودي يا جماعه ساعات بنسميها بايل بيجمنت. بايل بيجمنت اسبغ الصفراء. اسبغ مين؟ الصفراء. خلاص وهي حتى يمكن هي صفراء يمكن هي اللي مدي اللون مين؟ الاصفر. اللون الاصفر اللون الحوسله الصفراويه ماشي. بس طبعا هو البتاع ده لو انتوا جيتوا تشوفوا دجاجه ولا حاجه ما تشوفوش تلاقي الليفر تلاقي منه كده في حوسله تحت منه كده هتلاقي لو انت اتكيت عليها عشان تطلع البايل تلاقي جولدن يلو. جولدن يلو هو اخضر اخضر مسفر اخضر مسفر. طيب معلمه من الثقافه العامه اللي يبقى. طب على فكره الحاجات دي اللي هو الريبلس دي لما تتكسر مثلا في السبلين ولا تتكسر ممكن تتكسر قلنا في جوه الليفر ماشي خلاص بيطلع منها مين؟ ماده صفراء اسمها بيلي روبين. روبين دي عايزين نتخلص منها. نتخلص منها عن طريق مين؟ بتنزل عن طريق البايل تروح للتست تنزل بقى ماشي. ليه انا بقلق عليها دلوقتي؟ تخليك ذكي. انا بقول لك الماده دي بتنزل عن طريق حاجه اسمها بايل دكت قناه الصفراء. افرضوا بقى ان في الراجل ده عنده حصوه ستون انا الكلام ده هشرحه. ستون سدت مين؟ البايل دكت. عنده حصوه وسد الايه المجرى بتاع بتاع البايل. ايه اللي يحصل؟ الراجل ده يجي له حاجه اسمها صفراء مرض الصفراء نسميه مرض الصفراء الانسدادي. ليه بقى؟ لان البايل البيروبين ده مش عارف مين مش عارفين نتخلص منه فيرد مين؟ يرد البلاد يا جماعه ويزيد في البلاد. الماده دي لو زادت في البلاد عن درجه معينه عن ليفل معين العيان يجي له مين؟ صفرة. الصفرة دي انواع مرض الصفراء ده اللي هو اليرقان بيسموه او الجوندس هنتكلم عليه دلوقتي. له انواع يعني له حاجه اسمها صفراء انسداديه صفراء نتيجه التهاب الكبد صفراء وصفراء نتيجه تحلل كرات الدم الحمراء. افرض برضه عشان تبقى انت ذكي كده
افرض ان البلورين ده زاد ليه بقى؟ مش زاد نتيجه ان الليفر ولا البايل كله تمام. كرات الدم الحمراء يا جماعه في مرض الراجل يعني الشاب ده ولا العيل ده عنده مرض بيكسر كرات الدم اللي هي حمراء. لما يحصل تكسير لكرات الدم الحمراء ده حاجه اسمها مش عارف كنت خدته عنه فكره انا باخد كل ده في البلاط. حاجه اسمها انيميا الخلايا المنجليه دي بتلاقي بس شكلها شكل المنجل كده وبتبقى هشه تتكسر تتكسر بسرعه. كل ما تتكسر تطلع مين؟ البروبين ده مين اللي هيخلص منه؟ الليفر. الليفر في الحاله دي بقى يقول لك ياه طب انا هخلص ايه ولا ايه؟ يعني البروبين اللي جاي له ايه؟ كتير. فهي اللي هيقدر عليه هيحوله مين؟ هينزله في البايل. لكن في كميه كبيره هو ايه؟ مش عارف يحولها. هتقوم جايه ايه؟ رد مين؟ بلاد وتزيد في البلاد وتعمل مين؟ جوندس يسميها هيموليسيس. يعني لما تتكسر بسميها هيموليسيس. هيم يعني بلايسيس تحتي هيمول اسمها هيموليتيك جوندس. يعني انتوا معايا بالمره بقى بالمره ترى الروبين دي لو زادت يا ماما بتعمل مين؟ بتعمل حاجه اسمها جوندس. جوندس دي معناها مرض مين؟ الكلمه دي هتلاقوها فين عشان بس ما تتعبش معايا. الكلمه دي هتلاقيها في عندك الصفحه رقم 12 يا شباب فوق خالص اول سطر ما في اول سطر هتلاقي في حاجه اسمها بس جنبها في اول سطر هتلاقي في حاجه اسمها اوبستراكتيف جوندس. في اول سطر عندك مين لقيتوها؟ لا انت مالكش دعوه اوبستراكتيف انت ليك دعوه بكلمه مين؟ كلمه جوندس. كلمه مين؟ جوندس. جوندس دي معناها مرض مين؟ الصفراء. مرض الصفراء ده هنقول هو نوعين هو ثلاث انواع بس هنقول نوعين بس عشان تبقى ايه الصوره مبسطه. يا اما ايه بقى؟ انتوا المفروض انتوا اللي تقولوا بقى. يا اما البايت دكت دي اللي هي قناه مين؟ الصفراء. قناه الصفراء فيها مشكله؟ فيها انسداد فيها مين؟ فيها ستون. ستون مش معناها حجر او ستون دي معناها هنا حصوه معناها مين؟ حصوه. سد مين؟ سد البايت دكت. البايت دكت الصفراء. بالتالي في الحاله دي قلنا ده هيرد ثاني ويزيد. في الحاله دي اسميها ايه بقى؟ اسميها الحاله دي اوبستراكتيف جوندس. مرض الصفراء الانسداد. في بقى ممكن يكون الليفر سليم والبايلز الضغط سليم وكل حاجه يبقى تحلل كرات الدم الحمراء. تحلل اللي هو تكسير يعني تكسير كرات الدم الحمراء. تكسير كرات الدم الحمراء بيبقى كتير يا جماعه. لما الريبلاسيل تتكسر كتير تطلع كميه مين؟ بلوروبين. الليفر ما يقدرش يحولها مش هيقدر يحولها. فدي في الحاله دي نسميها ايه بقى؟ نسميها هيموليتيك جوندس. هيموليتيك جوندس. يبقى انتوا يا شباب كده انتوا خلاص انا دلوقتي عرفت نوعين من الجوندس. ما هو الجوندس؟ هي زياده نسبه البلوروبين اللي هي ماده صفراء في الدم. دي حاجه من اثنين يا اما الريبلاسيل تتكسر كتير اسميها هيموليتيك يا اما الضغط ده حصوه سدها اسمها اوبستركت جوندس. واضحه؟ سهله خالص. طيب ماشي نيجي بعد كده دي الفانكشن اللي هي رقم خمسه. الرقم خمسه اللي انا لسه بشرح عليها دلوقتي. دي هي رقم خمسه اللي هي اكسكريشن اوف بيلروبين. يحاول مين؟ يحاول يخلصها من مين يا جماعه؟ من الماده الصفراء دي اللي هي نتيجه تكسير مين؟ الار بي سي اللي هي العجوزه اللي هي بعد ما فيش ثلاث شهور خلاص مش عايز تخلص منها. لما تخلص منها يطلع منها مين؟ مكسرها يطلع منها هيموجلوبين. الهيموجلوبين يتحول لماده اسمها بيليروبين. الليبر يخلصنا منها وينزلها فين؟ يعملها اكسكريشن في البايل. والبايل ينزل مع مين؟ الانتستين مع الاستور بقى مع البايل. ماشي تمام؟ دلوقتي الفانكشن دلوقتي يلا بسرعه بلاد ريزرفوار يعني ممكن يخزن مين حوالي قلنا نص لتر او ثلاث اربع لتر بلاد. ماشي فلتريشن بلاد بلاد جاي من الانتستين في بكتيريا في مش عارف ايه من منظمه ازاي عن طريق خلايا اسمها مين؟ كبفر سيلز خلايا تقتل مين؟ الكبار. طيب الار بي سيز هي متروجن ار بي سيز في الفيتس في سواء بقى فيتس سواء ادلت سواء كذا الار بي سي لها عمر يا جماعه بعد ما بتجي اللي هي ايت تو ايج ار بي سي عجوزه يعني نكسرها. ومين بقى اللي بيساهم؟ على فكره بتتكسر في اماكن كتيره بس انا بقول بتتكسر ممكن فين؟ في الليفر.
بعد كده المادة الصفراء دي اللي هي البلوروبين نتيجة تحلل الأربسيد نتخلص منها ازاي؟ يعني واحد عشان ما يستغربش يقول لي مش هي بتكسر الأربسيد، ما الأربسيد تتكسر جوه الليفر. ما قلت لكم الأربسيد ممكن تكسر فين أكتر؟ يعني أكتر مكان تكسر فيه أصلا الإسبلين. فلما الإسبلين يكسر الأربسيد هيطلع منها مين؟ الصبغة الصفراء. الصبغة الصفراء دي هتروح في الدم تروح لمين؟ تروح الليفر. الليفر يخلصنا منها. افرض بقى الليفر تعبان ولا البايت داكت يورط ويعني. طيب يلا يلا شطار. الفانكشن اللي بعد كده اللي هي رقم 6 هي ديتوكسيكيشن. ديتوكسيكيشن اوف مين اوف حاجة مثلا دراج مثلا وليكن مثلا دراج. الادويه يا جماعه اللي احنا بناخدها ديت بعد ما بتقوم بالمهمه بتاعتها بتبقى كده عبء على الجسم عايزين نتخلص منها. طب كانها توكسيك كانها مين توكسيك عايزين نتخلص من منها نقوم نعمل لها حاجه اسمها دي توكسيفيكيشن او توكسي او في مواد مثلا موجوده في الانفايرمنت زي ما قلت لكم او مواد موجوده في الاكل مثلا الحيه الحاجات المواد الحافظه مش عارف ايه. كل الليفر ده على فكره ده مركز السموم. اي ماده سامه في جسمك لازم تتجمع في مين في الليفر. حتى عشان كده يقول لك المفروض ما الناس اللي هي من هواه بقى اكل الكبده والبتاع ده المفروض ما ياكلوش كبده. لك طبعا انا برضه من هواه الكبده للاسف يعني ده المهم. عارف اللي هو بيوعظ الناس وايه واللي هو يقول لك التدخين حرام وقصدي وحش ومنظره عمال ايه عمال ده. فالمفروض ما تاكلوش كبده وهو عمال ياكل كبده ماشي. نرجع للموضوع ال ديتوكسيفيكيشن خلاص الدراجز اي التوكسيك في طبعا ده مهم جدا. ده هو بقى ده اهم اورجان يا جماعه بالنسبه للميتابوليزم. طبعا هنا انا بس قلت ايه طب اختصار كده كمان لو هشرحها ده فظيعه في البايب نقعد تحت ساعتين ثلاثه نشرح الرول اوف ليفر ان ميتابوليزم. ميتابوليزم انواعه يعني اللي هو الايه الكيميكال رياكشن ميتابوليزم ولا كيميكال رياكشن اللي تخص الكربوهيدرات تخص بس انا هشرحه ببساطه كده بقى عشان ايه يبقى كل حاجه ملموعه في جسمك يعني ملموعه قط في حقك ماشي. ايه بقى تعال كده نشوف. انا ببساطه خالص ده الليبر اهو يا جماعه. الليبر ده اول حاجه ممكن ياخد اللي هو الامينو اسيد اللي هي جايه هنا جايه فين اللي هي بعد مثلا انا اكلت كربوهيدرات بروتين مثلا البروتين يحصل له ديجيشن لامين لامينو اسيد. الامينو اسيد دي لو تروح على الليبر الليبر يجمعها ويكون مين سلسله احماض امينيه اللي اسمها بروتين. فاذا بيعمل سنس لمين؟ يلا يا شطار امينو اسيد. الليبر بيصنع مين؟ بيصنع بروتين. من ضمن البروتين دي يا جماعه بتصنع عشان بتقطعوا يعني رود مايند كده عقلك متوسع وبتاخد معلومه بطريقه حلوه. من ضمن البروتين دي حاجه اسمها بلازما بروتين. حاجه اسمها مين؟ بلازما بروتين اللي هي بروتينات البلازما. بروتينات مين؟ من ضمن يا جماعه بروتينات البلازما دي حاجه اسمها فايبرينوجين وحاجه اسمها بروثرومبين. كل الكلام الحاجات الجميله دي كلها بناخدها في البلازما. الفايبرينوجين والبروثرومبين دول بروتين بس بتشتغل كحاجه اسمها كلوتينج فاكتورز اللي عوامل مواد يعني يمكن نفكر عن المواد دي. مواد بتساعد عملية مين؟ التجلط. يبقى اذا هل الليفر له دور في عملية التجلط؟ نعم. ايه اهو يبقى ده هيعمل مين؟ هيساعد في مين؟ هيلب مين؟ بلاد كلوتنج او بلاد كلوتنج. في حاجة؟ سهلة؟ طيب ساعات بقى الامينو اسيد دي لما تكون كتير قوي خلاص وحاول اللي يقدر يحوله الليفر يقوم يحولها ل جلوكوز. يحولها مين؟ جلوكوز. العملية لما نصنع جلوكوز يا جماعة من أمينو أسيد جلايكونيوجينيسيس سماها جلوكونيوجينيسيس. قلنا دي واضحة. والجلوكوز يا جماعة لو زاد قوي لو زاد جوه الليفر يقوم يخزنه في مين؟ في صورة حاجة اسمها مين؟ جلايكوجين. سهلة؟ ولو الجلوكوز هبط نتيجه الشخص ده صام مثلا ولا بتاع يقوم مين؟ يقوم طبعا يزود تصنيع الجلوكوز بس برضه يكسر مين؟ جلايكوجين. يكسر الجلايكوجين يحوله مين؟
بالخود. الخود يروح لمين؟ البلاد. الليبر ده يا جماعة بالنسبة للجلوكوز معطاء، عارفين ان ايه معطاء؟ يعني سخن. هو ده اللي لما يكون الجلوكوز قليل في الدم الخلايا محتاجة جلوكوز، هو الوحيد اللي ايه اللي يطلع مين؟ والجلوكوز يبقى هدايا، بقى هدايا لكل مين؟ كل الخلايا. هتلاقي في عندك واحدة انانية قوي اللي هي مين؟ العضلة. العضلة برضو بتخزن جلايكوجين بس بتخزنه نفسها، العضله بتخزن مين؟ جلايكوجين. لما تيجي تعمل اكسرسايز هي محتاجه جلوكوز، تقوم تعمل ايه؟ تعمل جلايكوجين بريك داون. بس الجلوكوز ده لها هي يعني مش لحد تاني. واضحه؟ طيب مثلا احنا قلنا حاجه بالنسبه للبروتين ميتابوليزم، حاجه بالنسبه للايه؟ للجلوكوز كربوهيدرات ميتابوليزم. مثلا بالنسبه للليبيد لو تفتكروا، لو تفتكروا كان ال ده الادروستيشن اللي كان فيها حاجه اسمها ترايجلسرايد. ترايجلسرايد ده يا جماعه بتتحول الى فاتي اسيد وجليسرول وفاتي اسيد. جليسرول وثلاثه مين؟ فاتي اسيد. طيب الجليسرول على فكره ده بص كده ممكن نحوله لمين؟ جلوكوز. برضه جلوكو نيو جينيسيس. الفاتي اسيد دي يا جماعه لما بيحصل لها اوكسيديشن، لما بيحصل لها اوكسيديشن قلنا في الليبر بيحولها الى حاجه اسمها كيتون مين؟ كيتون بادز. كيتون بادز اللي هي احماض كيتونيه اللي بتدخل غير سترونج اسيد كده. انا اديت فكره طبعا انت مش مطالب بالحاجات دي، بس لو انت عرفتها والله تبقى كويس. تمام؟ ده اللي هو الميتابوليك فانكشن بتاع مين؟ بتاع الليبر باختصار فظيع يعني. ماشي خلاص. الميتابوليك فانكشن بعد كده الستورج بيعمل يا جماعه ستورج للايرن وستورج لمين؟ للفيتامينز. بيخزن حديد وبيخزن فيتامينز. ماشي. والاندوكراين فانكشن، هل يا جماعه الليبر ممكن يبقى له دور في الاندوكراين؟ قال لك طبعا. هتاخده في البلط ده مش عارف البلط في هرمون اسمه اريثروبيتين. اريثرو جاي من اريثروسايت، يعني كرات دم مين؟ بيتين اللي هو محفز للصناعه. ماشي. اريثروبيتين ده بروتين هرمون بيطلع مين؟ بيصنع في الليبر وبيصنع في الكدني، بس يعني هي الكدني هي اللي بيصنعه اكتر، بس الليبر برضه بيشارك بحوالي 10% او 20%. المهم انه له دور الليبر يا جماعه. الليبر ده مش كان بيساعد الاكشن بتاع جروث هرمون؟ برافو. اللي هو يخلي الليبر يصنع حاجه اسمها جروث فاكتور اللي انسولين لايك فاكتور اسمها سوماتو ميديا. جميل. الليبر ده حاجه، ده هبه جميله من عند ربنا. ماشي كده خدنا فكره عامه يا جماعه عن مين؟ عن حكايه الجنرال فانكشن بتاع مين؟ الليبر. تعالوا بقى نتكلم على اللي هو اللي يخص الجهاز الهضمي اللي هو مين؟ البايل. البايل بقى